البنات صافا لاباس عليكم؟ كيف ما كتشوفوا فين انا في اوتيل زكي. كنقلب على لا شومبر ديال العروسه، على وديت غادي نمشي نصاوب معاها. فوالا كيف ما كتعرفوا قلت لكم عندنا واحد المناسبه هنا في مكناس، المهم اليوم غادي نديكم تاسيستو معايا، غادي نمشي نلبس مع العروسه، كلشي غنديرو مع العروسه وغادي تدوزوا معنا الليله. ونتمنى يعجبكم الحال وكنبغيكم بزاف، ويلاه معايا. كتقاد ليها الماكياج نور، وني تحت انا هي اللي هتقاد ليا. تبارك الله عليك، باين داكشي زوين. انا غادي نخليكم البنات لاباج انستغرام ديالها، انا دخلت شفت داكشي قبال. تبارك الله عليك. ياك انت سورفاس ياكي؟ وي سورفاس، مي كنتبلاصا بزاف وحتى من غير مكناس. داك الله يكمل بالخير. هو الريزولتا فينال ديال الميكاب اللي صوبت لي نور. الله يعطيك الصحه نور، تري جولي. هانتوما شوفوا لي العيونات. لا لا تبارك الله عليك. هانتوما وقولوا ما عندناش لي ميكاب ارتيست في مكناس وفاس. منين حطيت هاد الفوتو هادي، منين حطيت ستوري في انستغرام، قالوا لي الناس قولي الراجل كيزيدك في الصداق. شحال هاد الزيت على التنطيحه. المهم البنات اللي بغيت نقول لكم كحمقني الماكياج ديال نور، تبارك الله عليه تري بروفيسيونيل، واهم حاجه لي بري على بورتي فريمون، دي بري لي زوينين بزاف، دي بلاصه معاك ليله كامله، الله يعمرها دار. انا فريمون نخلي لكم النمره ديالها في لاباغ دانفو، حيت عجبني المبدا باش كتصاوب، يعني كتصاوب للناس كاملين. دي مارك لي زوينين، انا شفتها باش كتخدم، تبارك الله عليها. شوفوا ما اجمل نسال عبالي دللو، وحياتي ما حدا بقى يزعلو. شو حلو حبيبي شو حلو. Yeah.
محمد عليه السلام لربي له قدرة يهون بها كل آب أسير إن كنت عبدا ضعيف القوى فربي على مني واش عليا والاشياء مقضيه ما في تحت مشبوه ربي نمر فيا وانا ضريب صغير بالارحم والاحشاء والنطفه صور والمدى بالمدى يا رسول الله اسقينا بالمدى يا No!
دابا كنسينو العشاء يتحط، هادشي اللي كاين. دابا كنسيها سامجة.
البنات عرفتي فريمون هذاك باش نشرح لكم هذاك خو العروسه دار لهم سوربريز وجا على خلا فريمون هادشي داك تقولوا لي كثرتي فريمون ولكن راه فريمون داكشي سي توشون او ماي جاد المهم البنات فوالا فدوا ولات مشهوره معايا المهم البنات فوالا دابا غادي تحط العشاء غادي نتعشاو كنموتو بالجوع شو كنت باغا نقول لكم بزاف يسولني على التكشيطه البنات اللي متبعيني من عرسي راه غيعرفوا كي هذه التكشيطه ديالي د عرسي هي اللي تعشيت بها ولي ولي طار لي الضفر صافي دير راسك ما شفتو والو حيت ما بغيتش ندير لو جل درت غير الضفيرات هكا سقتو باش ندوز بهم الليله وصافي هادشي اللي كاين المهم خليكم برونش ريست برونشي اليوم غادي ندير لكم تغطيه كامله للعرس تحت رعايه النقافه افراح الندى Oh, my God.
البنات سالينا العرس صايب مبوق بالناس اصلا كان الناس انا اللي بقيت حاولت نصبر واحد شويه ولكن انا براسي عييت تبعنا بزاف ما يدار غدا ان شاء الله الصفار المهم عندنا بزاف بزاف المطارق ان شاء الله كما كتعرفوا غادي نعيدوا في طنجه وان شاء الله الله يوصل كاع الناس اللي غادي يسافروا على خير حتى هما لعند عائلتهم باش يعيدوا معاهم وعند الاقارب ديالهم وبغيت نقول لكم عيد مبارك سعيد الله يدخلوا عليكم بصحيحه وسلامه وطول العمر وكل ما كتمنوا ان شاء الله واللي في قلبه شي حاجه ربي يحققها ليه واللي كيتمنى شي حاجه الله يوصلها ليه والله يعطيكم ما في مرادكم وهذه دعوه من القلب ربي اللي عالم وشكرا بزاف كنبغيكم بزاف بانتقاداتكم البناء بالشكر ديالكم بالحب ديالكم كيف ما نتوما كنبغيكم وبغيت نقول انني كنطلب من السماحه من اي واحد غلط في حقه ولا قلت في حقه شي كلمه ماشي هي هذيك ولا المهم اي واحد واخد مني شي موقف انا كنطلب منه السماحه واي واحد حتى هو غلط في حقي انا مسامحه دنيا واخره ربي تيغفر وتيسامح شكون حنا العبد اللي ما نسامحوش وما نغفروش ومزيان الواحد يتسامح ويكون متصالح مع ذاته وصافي هادشي اللي كاين البنات وكنبغيكم بزاف 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 وتهلاو في راسكم ونتلاقاو ان شاء الله في الفلوق ديال العيد بحول الله.